أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. سائل يقول: لقد سمعت منكم في قتل الصائل، لماذا سمي الصائل بهذا الاسم؟ أرجو التوضيح. الصائل قلنا اللي يصول عليك يريد دمك أو يريد أخذ مالك أو يريد هتك محارمك أو حتى محارم غيرك من المسلمين، هذا هو الصائل، يدفع بأسهل ما يكون، فإذا لم يندفع إلا بالقتل يقتل ودمه هدر. نعم، وهذا يأتي إن شاء الله، يأتي بيانه. نعم.